الإسرائيلية مباشرة من أجل التشويش على حصصنا. قال لك جات الاستعلامات الإسرائيلية مباشرة للتشويش على حصتنا. الاستعلامات الإسرائيلية مباشرة الموساد جدك. الموساد خلت المشاكل ديال أوكرانيا وروسيا، خلت الإنجليز مع مع مع, مع إيرلندا، خلت الأمريكان الديمقراطي مع الجمهوري، خلت الأرجنتين مع بوليفيا، خلت غزة، خلت حماس، خلت جهاد، خلت حافظ الأسد، خلت اليمن، خلت الحوثيين، خلت العراق، خلت الإمارات، خلت السعودية، خلت تونس قيس سعيد، خلت النيجر، خلت مالي، خلت الموزمبيق، خلت جنوب أفريقيا، وجاية تفرج في هاد قزيع، جاية تتبع قزيع بنو بوزيع بنو كونزيع، ماشي تستر هادوكا ستر في بلاصتي الله يرحم با. شوفوا هنا رانا اليد في اليد زعما عندنا الحلفاء. فخر ايامك اتبيبي، ايه باغي تبان بان عندك حليف. شكون قيس سعيد؟ قيس سعيد وكون زيع بنو بوزيع فيه 30 مشاهده قال لك تبع اسرائيل. شكون اللي رد السفير لفرنسا جوج مرات بلا بلا بيان ولا بلاغ ولا والو؟ شكون اللي رد السفير لاسبانيا بلا بلاغ ولا بيان ولا شكون اللي قال لهم الرئيس ديال روسيا وزير الخارجيه الروسي لا قيمه له ولا وزن ولا هيبه؟ شكون اللي مارس عليه الغموض الدوله تاع النيجير؟ شكون اللي تبهدل من طرف وزير الخارجيه تاع الكونغو؟ شكون اللي تبهدل من طرف وزير الخارجيه تاع مالي؟ شكون اللي تبهدل من طرف ولي العهد السعودي بن سلمان؟ هما دوما. جا المره الاولى كان غيموت، جا المره الثانيه نسيبو مات. ايوا غير ما بغيتيش تفهم خير الغزواني، ما عندي ما ندير لك خير الغزواني. احنا دابا راه كنقولوا لك اللي كاين، ها الموريتانيين كاين شي حد موريتاني كيتفرج فينا، ها العاري لما نصحوا السيد قولوا له راه القضيه كحله زحله. راه المره الثالثه تفتح مسخوت الوالدين سيد تكمل. ما علينا ما علينا، المهم اللي بغى الربح يمشي عند السيد المجيد ما فيهاش. ايوا ابن عمي ديالي كملها وجملها واحد سميتو منبطحين. اش نقول منبطحين؟ كيفاش زعما منبطحين زعما كاينش دابا؟ شكون اللي منبطح؟ شكون شكون اللي رد السفير لفرنسا جوج مرات بلا بيان ولا بلاغ ولا والو؟ شكون اللي رد السفير لاسبانيا بلا بلاغ ولا بيان ولا شكون اللي قال لهم الرئيس ديال روسيا وزير الخارجيه الروسي لا قيمه له ولا وزن ولا هيبه؟ شكون اللي مارس عليه الغموض الدوله تاع النيجير؟ شكون اللي تبهدل من طرف وزير الخارجيه تاع الكونغو؟ شكون اللي تبهدل من طرف وزير الخارجيه تاع مالي؟ شكون اللي تبهدل من طرف ولي العهد السعودي بن سلمان؟ هما انتوما لدرجه انكم دابا وليتو يعني باغي ندير اليد في اليد. شوفونا رانا اليد في اليد زعما عندنا الحلفاء. فخر ايامك اتبيبي، ايه باغي تبان بان عندك حليف. شكون قيس سعيد؟ قيس سعيد اش غتربح مع قيس سعيد؟ الله اعلم اش غتربحو انت، الله اعلم. الناس كن شنو الا افتخرتي بشي بشي قوة الانجليز مثلا، فرنسا مثلا على علاتها وعلى الاستعمار اللي دارته تما وعلى داك الفضيحه اللي دارتها في فرنسا في الجزائر. معليش رئيس نيجيريا حاضر في القمه، يحضر يحضر يعني نجي رئيس نيجيريا رئيس كذا، وقالوا لهم حق عاود جبدوا لهم القضيه ديال داك القادوس ديال الغاز، قال لهم غادي ندوزوا الغاز عاود. 25 سنه هما كيدوزوا الغاز ديال نيجيريا، كثار 25 سنه كثار غيدوزوا الغاز فين؟ في النيجير. لا حول ولا قوه الا بالله. انت واش ربحت مع التطبيع؟ انا المغرب بقى مغربه ابن عمي، التطبيع اللي دارتو الدولة مع إسرائيل أنتم دخلتوا جواكم صافي، بقيتوا غير كتضربوا تما في مشاو مع بعضياتكم تما، والسلاح والطائرات فهمتي كيفاش وصناعة الأسلحة وصافي، وانت تجيب داك الشيء ديال الخردة نتاع روسيا وبقات تيقلبوا نيف وهذاك مقلش الودنين 48 ساعة نكونوا في الرباط. يا بالله يا ابن عمي حتى تشتتوا
قبل ما تنوضوا راه هكا كان كيقول لهم جمال عبد الناصر لإسرائيل. جمال عبد الناصر كان كيقول لها لإسرائيل غادي نديروا كذا والجيش وكذا وكذا، أضربوا لهم ابن عمي المطار 800 طائرة ما نضتش، ما دارتش أمر 800 طيارة في المطار. فراسك شاد القصة وسير قرأ عليها ابن عمي. قبل ما تنوض الطيارة كانت ضربات 800 طيارة مصرية قبل ما تنوض، قبل ما تدير أمر كامل حركاتش أتسحب كي بقات في إسانسون والإسبانبان والإسفانسون. أبقت هنا واش اللي محزم بونيف ومحزم بعريف مشاكرة ومحزم بقادة ومحزم لا أنس ما تسبش أنس، لا أنس فلاش تسبني، علاش علاش تسبني يا صاحبي، علاش مالك مالك يا صاحبي مالك، ما كتبين بأنك تفقستي يا صاحبي، لا ما خصك تبين بأنك ما مفقوسش، خصك تبين بأنك يعني المعنويات عندك مرتفعة جدا، فهمت؟ والله والله راه كتبين بأنك ضعيف جدا يا صاحبي، خصكش تكون بائس. دابا واحد هذاك الدكتور فارس دار لهم واحد الصالون وبارطاجها معايا باش نشوف. أنا مش كيعجبني كيبارطاجي معايا باش يبان بأن زعما راه فهمتي، باش يخلعني فهمتي، باش يقولوا راني واعر. فين أين أنت أيها العبيط؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ ماشي في هذا، ماشي في هذا، في هذا الكونت. أهو بعد النجاح الكبير الذي حققته الحصص التي قدمناها أنا ومجموعة من الأساتذة الجزائريين المتخصصين في الإسرائيليات أو في ما يعرف بالدراسات السامية، ودخول بعض الجهات الاستعلاماتية تخيلوا معايا الدكتور صالون الدكتور شكري، هذا دابا سميتو شكري فارس ولا فارس شكري ياك، واخا هذا فارس شكري زاد لها هو الدكتور، الدكتور فارس شكري زعما احترموني بزز عليك، فهمت؟ احترموني انا دكتور، انا راكو عارفين الموقف ديالي من هذوك اللي كيديروا دكتور، باستثناء اللي كيديروا دكتور في التخصص نتاعهم. لا الموقف ديالي باش تعرفوا الموقف ديال سعيد برنوس مثلا، عندنا واحد السيد دكتور في الشعر ولكن في مواقع التواصل الاجتماعي كيدير هذا الشيء اللي بحالي انا، ما عندك ما دير داك الدكتور تما من عمي، انت دكتور في القانون الخاص وكتهضر في العلاقات الدوليه، ها كتدفش على عباد الله حيدك دكتور، تقدر تكون دكتور مثلا في العلاقات الدوليه وتكلم في العلاقات الدوليه مزيان، هذا دكتور قال لك ما عرفاش، المهم دخلت مداك الدكتور بالالف واللام كنت تحترموني، زاد لها صالون، راكو عارفين ديك القضيه ديال الصالون الثقافي، واحد الموضه كانت واحد الوقت ما يسمى بالصالونات الثقافيه، كانت كدار في اليمن ديال فرنسا القرن 16 17 18 ودو اسبانيا والانجليز، ومن بعد حتى في المغرب كان ماسومينوس ومصر كانوا الصالونات بزاف في مصر، ودو الدكتور هذا الصالون الادبي هذا كان لطيف، برافو عليك انت دار الصالون. انا ملي كنشوف الفيديوهات ديالو كيشوفوها 250 الناس 300 الناس، كنسول راسي دكتور وداير صالون وكيتكلم على النجاح وكيشوفوها 250 الناس، بحال داك اللايف اللي كنبارطاجو داك المره مصطفى بونيف ديال الحوار، تفرجوا 5 الناس في الاخر تبقينا في بقينا انا وياه وحشمت نخرج انا صالون قال لك النجاح واش كيناقشوا؟ قال لك اساتذه متخصصين في الاسرائيليات، عرفتي شنو باش تكون متخصص في الاسرائيليات؟ عرفتي شنو باش تكون متخصص في الاسرائيليات؟ يعني خصك تكون اللغه العبريه كتاكل كتحسك، يعني اللغه العبريه خصك تكون ماشي غير كتهضرها، تكون كتشرشمها. هادو دابا ولا متخصصين في اليمن، ولكن حتى هما مش كيعرفوا شنو هي اكله بالعبريه،
هاك ولا شي دوك الكلمات ديال ايت درينك دوك الكلمات المعروفه في واحد داك المتداول هذوك خمسه ديال الكلمات لو فيرب فير لو فيرب بوندر ما يعرفوهاش من التخصص الاسرائيليات والدراسات الساميه الدراسات الساميه دابا هذا ماشي هو الموضوع شوفوا من بعد قال لك الاستعلامات جات عنده القضيه وصلت للاستعلامات والاستخبارات ابن عمي ديال الماسونيه وديال الصهيون الاسرائيليه وداك الشيء اسمع الاسرائيليه مباشره من اجل التشويش على حصصنا قال لك جات الاستعلامات الاسرائيليه مباشره للتشويش على حصتنا استعلامات الاسرائيليه مباشره الموساد جدك الموساد خلات المشاكل ديال اوكرانيا وروسيا خلات الانجليز مع مع مع, مع ايرلندا خلات الامريكان الديمقراطي مع الجمهوري خلات الارجنتين مع بوليفيا خلات غزه خلات حماس خلات جهاد خلات حافظ الاسد خلات اليمن خلات الحوثيين خلات العراق خلات الامارات خلات السعوديه خلات تونس قيس سعيد خلات النيجر خلات مالي خلات الموزمبيق خلات جنوب افريقيا وجايه تفرج في هاد قزيع جايه تتبع قزيع بنو بوزيع بنو كونزيع ماشي تسطر هادوكا سطر في بلاصتي الله يرحم با سير اخويا سطر في بلاصتي غادي انا غادي نحس بالنشوه دابا هنا انت غير سطر في تركيا ولا فين راك في قسنطينه ولا فين سطر هادوكا انا عاد وليت نفهمك يا مسكين حسن عوانك يا حسن عوانك يا مسكين يا حسن عوانك تعيش انت مع هادو احسن عوان واخي عبد الله اقسم بالله الا احسن عوان وصاحبي السيد الا كان عايش بحياته مع هادو ماشي غير تسطر وصافي يا صح قالك الاستعمال الاستعلامات الزمريه متبعها متبعها في الصالون كيتفرجوا له 30 الناس ما قلتش حتى انا 1306 مليون المشاهدات كنديرها في فيسبوك والزمر وكنحشموا على عرضنا وكنقولوا برنوس غطانز وندوز الوقت وضحك مع صحابه والله ما قلناها بالله اخوتي في اليوم ديال العز اللي كنت كندير 60 مليون مشاهده في الشهر حيدوا علي التحديات ماشي دابا اقسم بالله اخوتي 60 مليون مشاهده في الشهر وكنا بيس ابن عمي يقولنا شي واحد شي حاجه كنقولوا له بدا حنا ندوزي الوقت ضحك وكون زيع بنو بوزيع فيه 30 مشاهده قال لك تبع اسرائيل ما معصبش اسوا اسوا من الله يهديك راه كنديرو الشواص وافهموني الله يرحم والدين راه كنديرو كنطلعو الريتم نهبطو هادشي راه ماشي طيب ما فهمونا فهمونا ما معصبش زيد لاحظنا بانه كان التاثير كبير جدا مؤثر على المستمعين او على المشاهدين وايضا على الجهه المخالفة التي تخطط من أجل تدمير الأمة العربية وضرب الجزائر خاصة باش تعرفوا علاش أنا كنضحك قال لهم رونديفو اوجوردي اورجون دار لهم تما اورجون اليوم ما عنده شي صالون عاد اشنو هو العنوان المخططات السرية للسيطرة على العالم تخيلوا معايا دابا نتوما مخططات سرية بن عمي للسيطرة على العالم وعارفها شكري الجزائري عارفها قزيع بن بونزيع سرية وعارفها هذا سير دوكان سير اخويا سطر شي حاجة أخرى سير راه ماشي خصك غير الكوكايين ولا الهيروين ولا خصك شي حاجة أخرى دوكان سير سطر اخويا سرية وعارفها هذا تخيل معايا دابا نتوما الله يرحم ليكم الوالد الامريكان دايره السريه الغرف المظلمه وخزناجي وهذا عارفين ابن عمي خزناجي الجزائري وهذا عارفين الغرف المظلمه ديال الماسونيه وشنو دايرين في الامريكان وشنو دايرين في فرنسا وشنو دايرين في تل ابيب راه ماشي اخوتي راه بزاف هادشي راه سي تخوا صاحبي دابا ماشي يقول اودي المخططات السريه للسيطره على العالم هذا من برينكي وبرين داز سميتو داز التيك توك هذا برينكي وبرين ولا سميتو برين السيطرة تفرج داكشي ديال برينكي وبرين صافي
وتغرصت له بأن راه مستهدف. الجزائر مستهدفة، الأمة العربية مستهدفة، وشكون ديك يستهدفها؟ الصهيونية فين؟ في الغرف المظلمة. وخصنا نعرف الخطة السرية. هيا يا بريكي، هيا يا برين، نذهب إلى أمريكا ونأتي من فات التي وشنو أنت ما عارفش حتى أولادك وشنو محتاجين يديو معهم المدرسة. إلا عندك شي أولاد الله يخليهم لك، ها أنت ما عارفش حتى باك وشنو تعشى، وبغيتي تقنعنا بأنك دخلتي تحت الغرف المظلمة في الميريكان في البنتاغون ورحتي الخطة السرية. واتسليم واتسليم أخوتي، تسليم تسليم. زعما اللي تبع هادو وما يسطرش خصو يشرب لافوكا بحال سعيد بارسا، يحط ذاك الغراف ويضرب لافوكا. لافوكا يمكن فيها الحل، يمكن يمكن يعني طريقة الحلال، لأن باش تتبع هادو وتمشي معهم في الغيوان راه مصيبة كارثة. زيد كون زيد السير بعيدا في مخطط هو غير طبيعي، ويريدون تسميته بالمخطط الطبيعي أي التطبيع. فاذرنا مباشرة في داير هنا واحد الشده، هنا راه مربي الشعر ودير واحد الشده هنا. زيد نوع من الالتحام مع الاستعلامات الإسرائيلية. الالتحام كيفاش الالتحام مع الاستعلامات؟ درتي التحام انت مع الاستعلامات الإسرائيلية؟ هاد الخر هذا فين قرا؟ واش عارف شنو هو الالتحام ولا ما عارف؟ شات الزمر هذا؟ هذا راه كيطلع هو مصطفى بوسبير وكيطلع معاهم شي واحد اخر سميتو، هادو هما اللي دايرين اللي بغى يقول اصطدام. ايوا قال التحام. دابا هذا غير اصطدم، دابا هذا يصطدم مع الموساد، هذا غير اصطدم